مش فيلتك دي؟ اي. امال مين ده؟ انت خفت منه؟ انا كمان بخاف منه، اصله بيحبني قوي، بيموت فيا، ولو ما كنتش قبلت منه الهديه دي كان هيموتني. بيقول لي كل فلوسي تحت رجليك، رهن اشاره من ايديك الحلوين دول، ومن ناحيه المعامله عندك واحد بس ليا شروطي. تحبيني يا مارس؟ والصوره دي ما تتشالش من قدام عينك، اصل البعيد عن العين بعيد عن القلب. يعني الفيلا دي هديه منه؟ الفيلا والعربيه. ده لازم بقى، لازم يعني لازم تاجر كبير او مقاول. بيبني عمارات على الكورنيش، بيبيعها شقة شقة، وبيقول لي لو اشتغلت في الصنف مش هكسب كده. عايز تشتغل معاه؟ لما تطلع المعاش. اصله ما يشغلش معاه الا العيال الصيع المرفوضة من المدارس، وهو بقى عامل لهم مدرسة. مدرسة معماري؟ واخد في العمرية 100 فدان، وعامل لهم جراج لعربيات النقل، وبيعلم العيال ازاي يسرقوا شاسيات العربية ويغيروا النمر بما يرضي الله. طب وهو مش خايف انك عارفة الحاجات دي كلها عنه؟ ما يهموش، قلبه جامد ومسنود. الظاهر انه مش بعيد عن القلب. انا؟ لا، مين ده عشان انا ابصله؟ المعلم ابو درسة ده شوية فلوس وبس، ده انا مستحملة اشوفه لغاية ما تخلص قضية طلاق من ميشو. ده هو اللي بيسرق. يحيى، مش هننزل البحر؟ اما تخلصي كلام عن ابو درسة بتاعك. يحيى حبيبي، انت اتضايقت؟ انت حاجة تانية خالص. انت اللي طول عمري انا بدور عليك، وعمرك ما هتضيع مني مهما يحصل.